السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة فيها حاجة حلوة مع نور. أهلا وسهلا بيكم في العرض الحصري يا جماعة. جبت لكم منبع المفروشات والستاير بربع الثمن، عندهم كمان الستاير تفصيل يا جماعة وتركيب في أي مكان أنتم عايزينه. وعايزة أقول لكم إن الأسعار فعلا في الأرض، اسمعوا الفيديو للآخر قبل النفاذ الكمية. ماشي، اتفضل. فرحي كمان شهر لو عملت ستاير وعملت قماش ركن ولا أي حاجة، والأسعار كلها رايحة النار. بس كده؟ بس كده. أنا عايز أقول لك وأقول لكل إخواتنا وحبايبنا والعرسان الجداد، جمدوا قلبكم وما تشيلوش أي هم، إحنا معاكم، مش هنخليكم تشيلوا أي هم ولا هم أي أسعار ولا أي حاجة. الفيديو ده متصور من 2018 ومطلعينه دلوقتي في 2024 بأسعار 2018 بعد الأسعار كلها ما راحت النار. تعالى يا أخويا، عندك الجلد المقلوب، أدي رسمة، أدي الثانية، أدي الثالثة، ادي الرابعه، ادي الخامسه، خمس رسومات جلد مقلوب، كل الالوان موجوده، اتقل كما بفضل الله، كما لا تمط ولا تفزر ولا تعمل معاك اي حاجه على الطعم. وادي الشغل بتاعه اهو، بص الكابوتيليه وبص الحلويات وبص ظهر على الطعم ازاي، كما بفضل الله اتقل كما الجلد مقلوب، ما بشتغلش في خامات شعبي، بشتغل احسن كما بفضل الله لحبايبنا وزبايننا واللي خدوا مننا قبل كده عارفين الكلام ده. النهارده الجلد المقلوب بيتباع ب 160 وب 170 وب 140 يوم ما بيتعمل عليه عرض. انا النهارده مش جاي اقول لك الكلام ده كله، انا جاي اقول لك انا هبيع باسعار 2018، اسعار خساره بمعنى الكلمه. انا هبيع لك متر الجلد المقلوب ولا حتى ب 100 جنيه ولا ب 90، انا باعه لك ب 75 جنيه. بكام؟ 75 جنيه زي ما سمعت، اي متر جلد مقلوب في المحل وكل الالوان موجوده، مش هقول لك على الوان معينه ولا اي حاجه، كل الالوان اللي انت عايزه اختاره وكل الخامات موجوده وخمس رسومات موجوده معاك جلد مقلوب. يا جدع بس كده؟ كل ده لحبايبنا؟ لا مش بس كده طبعا، لسه مكملين معاكم. تعالى يا اخويا، عندك القطيفه العرض الواحد التقيل برده، كل الالوان وكل حاجه تتباع ب 100 وب 120، انا النهارده هجيبها لك ب 65 جنيه المتر. بكام؟ 65 جنيه المتر، اي متر جلد مقلوب ب 75 واي متر قطيفه عرض واحد تقيل ب 65 جنيه. تعالى بقى خش معايا على الستاير كده، عندك الفوالي الفرنساوي، ادي لون، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، كل الالوان موجودة، والسعر المتر ب 25 جنيه بس. يا جدع زي ما سمعت برضو المتر ب 25 جنيه، اي متر فوالي فرنساوي ب 25 جنيه هنا في معرض القماش يوم الخميس الجاي ان شاء الله. ان شاء الله الاسعار دي زي ما بقول لكم في فرعنا في شارع الشريف على الرياض، بجوار فرع وي وبجوار محكمة حلوان، كل الاسعار باسعار 2018، متر فوالي فرنساوي زي ما انتم شايفين كل الالوان موجوده، المتر ب 25 جنيه بس، باسعار زمان، اقسم بالله حتى المصنع ما هيعرف يطلع لكم بالاسعار دي اللي انا بقول لكم عليها. احنا كده بنخسر يا معلم. المهم كلمه معلم، والمهم زبايننا الكرام يبقوا عاجبينهم الاسعار وعاجبهم الخامات، وكل ده عشان خاطر عيون زبايننا وعشان خاطر عيون الشباب بتوعنا، وان شاء الله خير وكله هيتجوز وكله هيفرح باذن الله. وادي الالوان كلها موجوده، مفيش لون بفضل الله مش موجود، وادي الاطفال كمان موجود، وبص الكمة التقيلة، ادي الاطفال اهو، شغل الاطفال كمان ب 25 جنيه المتر، حاجة زي الفل، كلها حلويات وكلها شغل ممنوعات، مش هتلاقوا اللي عندنا وبس بالسعر ده ب 25 جنيه المتر. تعالى معايا برضه نخش على التل ان شاء الله، عندك متر التل، بص الرسمة وبص التطريز، بص الرسمة عاملة ازاي معاك وبص الكمة، ان شاء الله متر التل هديل زبايبنا وحبايبنا ب 50 جنيه.